كريستيانو لازم يسمع صوتهم، لازم يسمع صوتهم كريستيانو. Welcome. Thank you. Hello, Ronaldo. Hello. Welcome to your new home. And how does it feel to finally be here? Welcome, Cristiano. Thank you. يبي يتكلم معكم، عطوه فرصة. حابب يتكلم معكم كريستيانو، نسمع مع بعض. يلا نسمع مع بعض، هنرجع نحييكم مرة ثانية، يلا فاطمة. Cristiano, tell us how does it feel to finally be here? Well, for me it's a pleasure to be here. It's an honor. I feel yesterday the welcome that they give to me, to my family. And of course, I will give my best for this club, Al Nassr. Thank you, everybody. وش رايك بالاصفر علي يا تركي؟ ليك بقى؟ جميل. وش رايكم بالاصفر على كريستيانو؟ كلام كبير. They're saying Cristiano yellow really suits you well. يلا نسمع سؤال ثاني كمان لكريستيانو رونالدو مع فاطمة. يلا فاطمة. Cristiano, now that you're finally here, tell us what do you hope to achieve in Saudi Arabia? Well, what I expect to achieve is to make people happy, to enjoy myself, to help the country to be better and better and better. Not only a football man, but always the feminine football, which is the people don't know. I know the league is competitive. People, they don't know that, but the league is very competitive. And I want to make people happy. This is my goal. Amazing. كريستيانو جالس يقول على الفريق النسائي والبراعم. تركي، وانت تترحب فيهم. احنا بس نكون مع بعض علشان بس اليوم ناخذ بعض التفاصيل من كريستيانو رونالدو. طيب نرحب مع بعض. والله ما الومكم، نرحب مع بعض، مع ابطالنا، مع كريستيانو، نكون مع بعض. ابطالنا جمهور النصر، جمهور العالمي، استاذنكم بس تسمحوا لي مع بعض. خلونا نرحب سيداتي سادتي ببعض أفراد فريق النصر للسيدات ولاعبي فريق الشباب ومجموعة من براعم النادي من أجل أخذ صورة تذكارية مع كريستيانو رونالدو. حياهم الله، تفضلوا. We are pleased, ladies and gentlemen, to welcome Al-Nassr women and youth to pose for a memorable photo with Cristiano. Please join us. يلا نحييهم مع بعض. طبعا بعض الأفراد النصر للسيدات. كانت هذه صورة تذكارية لسيدات النصر، فريق سيدات النصر، وكمان براعم النصر، وكمان شباب النصر، وقبلها التقاء النجم بنجوم فريق النصر. سمعونا صوتكم يا عالميين. طيب الآن نرحب مع بعض. أتوقع بنرحب بعد شوية تلحين. كريستيانو بليز. كريستيانو راح يوقع الكور ويضرب 7 كور اليوم بالملعب. المفروض سويناها خاطر. المفروض خلينا تنتهي. المفروض بس عاد الشكوى لله. هذه كورة مقدمة من اللاعب كريستيانو. عدد 7 كرات. وجمهور النصر الكبير. طبعا هذه كرات 7 كرات مقدمه من نجم كريستيانو لجمهور النصر الحاضر. 7 رقم كريستيانو، 7 كرات موزعه على الملعب الصغير عليها توقيع نجم كريستيانو رونالدو. جميلة، بلا شك أن الجمهور يستحق هذه الفرحة. اليوم كريستيانو رونالدو هو إضافة كبيرة بلا شك لدورينا، إضافة كبيرة، وهو يلعب الواحد من أعرق الأندية في دورينا بلا شك، النصر الكبير، النصر الكبير. يلا تروح البين. congratulations to all those who got the balls. It's good, right? Yes, it was amazing kicks. Now, ladies and gentlemen, we are pleased to welcome on the pitch Cristiano's family. نرحب مع بعض بعائلة كريستيانو رونالدو. تحية لعائلة كريستيانو رونالدو. أهلا بكريستيانو رونالدو وعائلته في الوطن العظيم المملكة العربية السعودية. أهلا بكريستيانو رونالدو وعائلته في مرسول بار حيث مقر النصر الكبير. Welcome to Saudi Arabia, Georgina Rodriguez, Cristiano Jr, Matteo, Eva, Alana, and baby Bella. Welcome to Saudi Arabia. Hi. Welcome to Saudi Arabia. أهلا بعائلة كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية. هذا التقديم الذي يليق بنجم كبير، يستاهلون التحية بلا شك. Now we have the. نسمع كريستيانو نسمع. I have the opportunity to say, me and my family, we want to say thank you all of you for this support, for your welcome, and we're gonna give our best. Thank you everybody. Cristiano, any last words? Huh? The last word I forget already, but what I'm gonna say is. Huh? Hana Halami!